عام 2013 كان ثري جدا بالأحداث الرياضية في العالم. تألق فريق باير ميونخ اعتزال فيرغسون وبيكام، فوز البرازيل بكأس العالم للقارات، فضائح رشاوي ومنشطات هي أبرز العناوين، وهذه هي التفاصيل. جانفي 2013، 7 جانفي، ليونيل ميسي يتوج بالكرة الذهبية للمرة الرابعة على التوالي. 17 جانفي، غوارديولا يعلن انسحابه من برشلونة مع نهاية الموسم والتحاقه ببايرن ميونخ الألماني. 19 جانفي، افتتاح كان جنوب إفريقيا. 27 جانفي، إسبانيا تفوز بمونديال كرة اليد. فيفري 2013، 10 فيفري، أحرز منتخب نيجيريا كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. 23 فيفري، أحرز الأهلي المصري كأس السوبر الإفريقية لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه. أبريل 2013، 6 أبريل، تمكن باير ميونخ الألماني اليوم من إحراز لقب البطولة المحترفة لكرة القدم الألمانية. 2013، 5 ماي، فريق يوفنتوس يفوز بالبطولة الإيطالية للمرة 29 في تاريخه. 8 ماي، أعلن نادي مانشستر يونايتد أن مدربه أليكس فيرغسون سيعتزل بنهاية الموسم الحالي. 16 ماي، أعلن اللاعب الإنجليزي الشهير ديفيد بيكام اليوم عن عزمه اعتزال اللعب مع نهاية الموسم الحالي. 25 ماي، فريق باير ميونخ الألماني يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه. جوان 2013، نهار 9 جوان، توج الإسباني رافائيل نادال بلقب دورة رولان غاروس للتنس. 2013، 1 جويلية، المنتخب البرازيلي لكرة القدم يفوز بكأس العالم للقارات على حساب المنتخب الإسباني. 6 جويلية، أحرزت الفرنسية ماريون بارتولي لقب بطلة فردي السيدات في بطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة المضرب. 7 جويلية، تمكن البريطاني أندي موري من الفوز بلقب فردي رجال بطولة ويمبلدون. 15 جويلية، فضيحة مدوية هزت رياضة ألعاب القوى بعد اعتراف أفضل عدائين عالميين الأمريكي تايسون جاي والجامايكي أسافا باول بأن فحصهما كان إيجابيا في اختبار المنشطات. سبتمبر 2013، 7 سبتمبر، فازت العاصمة اليابانية طوكيو بشرف تنظيم أولمبياد 2020 على حساب مدينة إسطنبول التركية. 16 أكتوبر، وفاة المدرب الفرنسي برونو ميتسو عن عمر يناهز 59 عام بعد صراع مع داء السرطان. نوفمبر 2013، 10 نوفمبر، أحرز الأهلي المصري على كأس رابطة الأبطال الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه. 20 نوفمبر، تسلم اللاعب الأرجنتيني ونجم برشلونة الإسباني جائزة الحذاء الذهبي اللي تمنح لأفضل هداف في بطولات الدوري الأوروبية. ديسمبر 2013، 6 ديسمبر، البرازيل تحتضن قرعة كأس العالم لكرة القدم.
21 ديسمبر البايرن يفوز بكأس العالم للأندية أمام الرجاء البيضاوي.